السلام عليكم ورحمة الله. حابب بس قبل ما نبدأ في امتحان المرة دي أقول كلمتين سريعا، وهو إن من ضمن الحاجات الكويسة بصراحة اللي شايفها في موضوع الامتحان ده إن هي جمعت جميع الكليات على هدف مشترك، ودي حاجة يعني كانت مفتقدة خلال ال7 سنين اللي فاتوا. أنا شايف إن هي حاجة كويسة، شيء مفرح إن احنا نلاقي كولابوريشن ما بين اللي من الازهر واللي من قصر عيني، عين شمس، منوفيه، اسكندريه، منصوره الى اخره. كله بيساعد بعضه، كله بيحاول يساعد زميله ان احنا نوصل في النهايه كلنا ونعدي حاجه مشتركه. فدي حاجه كويسه بصراحه وانا فرحان بيها، وقلت بس يعني كلمتين عاطفيين قبل ما نبدا. ولكن خلينا نبدا بقى على طول. ده انفنت عنده 8 شهور جاي للطوارئ، بقاله يومين عنده اسهال وبور فلويد انتيك، يبقى في الغالب هيبقى عنده ديهايدريشن. هو ليثارجيك، الهارت ريت بتاعه 180، السويت ريت 30، البلود بريشر بتاعه طبعا قليل. بور سكين ترجر، 5 سكند كابيلاري ريفيل، كول اكستريميتيز، دي علامات الديهايدريشن، يبقى لازم ياخد فلويد. Which of the following fluids is most appropriate management for his conditions؟ ديكستروز 5% في ربع نورمال سلاين، دكستروز 5% في نص نورمال ساين. بوجه عام الدكستروز مش بنديه لحد الا اذا كان هايبوغلايسيميك، فانا هستبعد الاثنين دول. نورمال ساين في اعتقادي هو الاختيار الافضل في معظم حالات الفلويد ريبليسمنت. هول بلاد لا طبعا، لان هو مش فاقد بلاد دكستروز زي ما اتفقنا، لا. فانا هقول نورمال ساين ونشوف. جود جوب. راجل عنده 55 سنة with past medical history of tobacco abuse. أنا فاكر موضوع tobacco abuse ده. جايب shortness of breath و cough. ماشي. الفيتالز بتاعته temperature 37، blood pressure 90-60، heart rate 105، oxygen saturation 93. حلو قوي. On examination decrease air entry على left hemisphere. أيوة أنا كده افتكرت، أنا شفت الموضوع ده فين. السؤال ده جاء في الامتحان اللي فات لما كنت بحل انا وشريف، وبعدين decreased air entry على left hemothorax with the head with trachea was shifted to the right. طالما التريكيا shifted مع نقص الاير انتري، فانت بتفكر في نيوموثوراكس. الفكره بقى هل هو tension نيوموثوراكس ولا just simple نيوموثوراكس. طالما التريكيا shifted وهو عنده shortness of breath، انا ممكن اشك في سترويد في tension pneumothorax. لو ما كانتش shifted كنت افكر في simple pneumothorax وكنت اخد observation، لكن اشكك في tension وهاخد needle thoracotomy اللي طبعا بتتحط في second intercostal space. Which one of the following statements regarding urinary incontinence is true؟ حاجة صح عن ال urinary incontinence. It's a feature of normal aging. ماشي. It can be caused by hypocalcemia. هايبوكالسيميا بيعمل تيتاني. ما هو عايز حاجة ايه؟ عايز حاجة صح؟ It's true. طب الأولى دي ممكن، بس مش normal feature أوي. Feature of normal aging؟ لا. It affects 50% of women فوق سن ال 65. ماشي. Bladder cath is usually the first line treatment للurinary incontinence. لا، urinary incontinence ده بيدخل حمام كتير، هتعمل له كاث ليه؟ او ممكن بس مش في كل الحالات يعني. Laxative maybe. انا بقول حتة 50% في السن 65 دي صح. Wrong answers. Laxatives may be helpful. طيب Laxatives طيب ليه بقى موضوع Laxatives؟ هي حاجة anatomic. لو في constipation لدرجة ان الكاكا تتجمع في الريكتم وتضغط على اليورينري بلادر، ممكن تسبب يورينري كاث. ولذلك لو اديت حاجات ملينة laxatives may be helpful. ماشي، سؤال كويس. Which of the following methods is the best for collecting a urine sample for urine culture? Midstream urine. دي حاجة طبعا بديهية، مفترض ناخد عينة البول midstream. Wrong answer. Suprabiotic. طيب من ضمن الحاجات اللي بقع فيها كتير ان انا ما بقراش بالاختيارات. طيب نقرا تاني. Which of the following methods is the best for collecting urine sample for urine culture؟
لليورين كالشر. ماشي. يورين كاث سوبرابيوبيك اسبيريشن بلاستيك باج ميتال كونتينر. هو بيسأل عن ذا بيست افضل طريقة لجمع اليورين سامبل عشان نعمل كالتشر. طب هي دي عينة البول العادية اللي هو اليورين اناليسيز العادي، هل مثلا اليورين كالتشر بتحتاج سوبرابيوبيك اسبيريشن ويدخل بنيدل؟ انا بصراحة ما عنديش المعلومة دي، ما اعرفهاش، ممكن نرجع نبص عليها واذا كان ده فعلا ذا بيست ولا لا. انا هبقى على اجابتي سوبرابيوبيك كاس. مش كاس او سوبرابيوبيك اسبيريشن، عشان بس نرجع نشوف في الفايلز وممكن امشي معاكم في الفايلز منها. Which one of the following statements regarding urinary incontinence is true؟ ده لسه متكرر. وقلنا ان laxatives may be helpful. ماشي. All of the following may be signs of active carditis in a child with rheumatic heart disease except. ماشي. Cardiomegaly, gallop rhythm. Gallop ده اللي يقصد بيه S3 مثلا أو S4. Evidence of pericardial effusion. Appearance of new murmur or change of character for already present one. ماشي. Epistaxis. Epistaxis. إيه علاقة الإبستاكسس بالكارديتس؟ فأنا هاخد دي طبعا يعني. All of the following may result in portal hypertension بسبب obstruction في portal circulation at the level of the liver. يعني hepatic يعني. Except. ماشي. يعني كل ما هو آتي من أسباب الهيباتيك أو hepatic causes of portal hypertension بسبب obstruction يعني في portal circulation ما عاد. ده ممكن يعمل obstruction. Cirrhosis هو مش obstruction، هو يعني فشل. Congenital hepatic fibrosis, vitamin A intoxication, Bottker syndrome. دي صح، دي صح، schistosomiasis صح. Cirrhosis ولا vitamin A intoxication؟ هو cirrhosis بيبقى fibrosis في حد ذاته، فاحنا ممكن نعتبره برضو obstruction إلى حد ما. Now vitamin A intoxication ما أعتقدش إن لها علاقة بال Bottker. ليه يا عم؟ ما البوتكيري سيندروم بيحصل obstruction في البورتال. نو صح صح. البورتال هايبرتنشن اللي بيحصل في البوتكيري سيندروم بيحصل بسبب ان الهيباتيك فين وليس البورتال فين، الهيباتيك فين هو اللي بيكون اكلودد. بمعنى لو ده الليفر في ارتري وفي فين، الفين بتبقى فيه جلطة في الغالب او اي حاجة توقف البلاد فلو، فبيبدأ يحصل في البلاد اسكيميا في الليفر اسكيميا. ليه؟ لان الاسكيميا ممكن تحصل بطريقتين، اما نقص البلاد اللي داخل او نقص البلاد اللي طالع، لان لما ينقص البلاد اللي طالع بيحصل استاجنيشن اوف بلاد ويحصل اسكيميا الى اخره. فده الباثوفيزيولوجي بتاع البوتكيري سيندروم، بيكون على مستوى الهيباتيك فين وليس البورتال فين. اجابتهم صحيحة البوتكيري سيندروم. ازاي الهايدريتد ديزيز ترانسميتد؟ السؤال ده متكرر. الهايدريتد ديزيز بيتنقل في كو اورال من خلال الانجيشن اوف ايجز، على ما اذكر الكلاب كان ليه علاقه بالموضوع وحوارات كده. تيجي في الليفر، ده اشهر مكان، ممكن يجي في البرين، ممكن تفرقع الى غيره يعني. ماشي. What is the most expected cause of this condition؟ اشهر سبب لهذه الحاله ايه بقى؟ الحاله راجل عنده 65 سنة جايب inability to pass urine لمدة 8 ساعات. ماشي. examination revealed tender distended suprapubic swelling. ماشي. transrectal ultrasound ورانا large symmetrical swelling of prostate، يبقى في الغالب PPH with no focal lesions and increased thickness of bladder wall. PPH هو ده وصف PPH، انها بتكون large symmetric وبتيجي في سن كبير بتعمل inability to pass urine. هي كل حاجة ماشية في ناحيتها. الكانسر لو كان قال في focal lesions، لو كان قال asymmetric. كانسر urinary bladder ما بيجيش بكده، كانسر urinary bladder بيجي بهيماتوريا. urethral stricture تيجي في سن صغير، ما تجيش في السن الكبير. diverticulum of urinary bladder تيجي ب urinary incontinence مش ب inability to pass urine. good job. a patient diagnosed with an ischemia in the parietal lobe. السؤال ده متكرر. البرايتال لوب بيحصل فيه حاجه اسمها هيمي نيجليكت سيندروم، which is very interesting. بمعنى ايه بقى؟ الهيمي نيجليكت سيندروم ده يعني لو واحد حصل له فوكال ليجن في البرايتال لوب،
بيكون شايف نص واحد من العالم، بمعنى لو قدامه طبق وبياكل منه ممكن ياكل الجزء اليمين فقط ويسيب النص الشمال لانه مش شايفه. لو قلت له يرسم ساعة هيرسم لك من 1 لـ 12 في نص الورقة فقط او في نص الدايرة فقط، انما النص التاني مش هيشوفه. ده بنسميه هيمي نجلكت، يعني بي نجلكت هاف هيمي، يعني هيمي نجلكت سيندروم، ودي بتحصل في البرايتال لوب ليجن. راجل عنده 40 سنة جايب palpitations، ال ECG showed atrial fibrillation، blood pressure 80/50، heart rate 130، saturation 90، best initial step. بصوا في حاجة اسمها ACLS algorithm اللي هي Advanced Cardiac Life Support Algorithm، إن شاء الرحمن لأن هو يعني الكلام فيها قد يطول شوية، ممكن هشرحها بالتفصيل في فيديوهات مستقلة، ولكن إن يعني الالجوريزم بيقول ان انت اول حاجه بتبص هل هي تاكي ولا برادي. لو تاكي بتبدا تشوف هل هي نارو كومبلكس ولا وايت كومبلكس. لو نارو كومبلكس ممكن يكون ريجولر ولا ايريجولر. لو ايريجولر اللي هي في الغالب اتريال فيبريليشن، هو هنا موفر عليك كل ده مش جايب لك اي سي جي، هو قايل لك اوريدي التشخيص اللي هو اتريال فيبريليشن. ايا كان التشخيص اللي هتوصل له بقى اذا كانت ريجولر ايريجولر نارو وايت، بتبدا تسال هل هو ستيبل ولا انستابل. الاستابيليتي تعني بلاد بريشر، والبلاد بريشر 120/80 ده نورمال، اقل من كده زي ما هو هنا مثلا 80/50 ده بنسميه انستابل بيشنت. البلاد بريشر ليس هو الحاجه الوحيده اللي بنشوف بيها الاستابيليتي، في حاجات تانية زي مثلا انه يكون عنده تشيست بين، زي انه يكون عنده شورتنس بريث، في حاجتين كمان هما خمسه هرجع اتذكرهم يعني واقول لكم بالتفصيل ان شاء الله في فيديوهات تانية. المهم لو هو انستابل بيبقى في الغالب الاجابه الصحيحه كارديوفيرجن. كارديوفيرجن معناها انك بترجع القلب لحالته الطبيعيه. الكارديوفيرجن ممكن يكون الكتريكال وده الاشهر، ممكن يكون كيميكال ببعض الدراجز، ممكن يكون مش فاكر بايه تاني، المهم يعني الكتريكال ده الاشهر. والالكتريكال بيبقى في الغالب حاجه اسمها سينكرونايزد شوك. سينكرونايزد شوك معناها انك بتدي الشوك في وقت معين. في حاجه اسمها دي سينكرونايزد، ودي اللي هي بنسميها الديفيبريليشن، ودي بنديها في حالات لو انا اذكر كويس يعني الـ unstable VTAC و ventricular fibrillation. كلام كتير ان شاء الله ممكن اتكلم عنه بالتفصيل في الفيديوهات التانية، لكن for now atrial fibrillation و unstable الاجابة الصحيحة cardioversion. لو كان الضغط ده 120/80 stable يعني كنت هاخد البيتا لول، لان البيتا بلوكر والكالسيوم شان بلوكرز هي اللي بنستخدمها في العيانين الستيبل بتاع atrial fibrillation. ومش بنقف هنا، ده بنسميه ريت كنترول، وبتبدا بقى تعمل سونار وتشوف عن في جلطه عدى 48 ساعه ولا لا، والالجوريزم بتاع الاتريال فيبريليشن. لونج ستوري بس يعني فور ناو اتمنى ان اكون قدرت افيدكم ولو شويه. جود جوب.